مرحبا بكم معنا، السلام عليكم. أنشرح واحد الشرح بسيط ديال شدة الإشارة. كاين جودة الإشارة، كلشي كيعرفها، هي كاليتي، كاليتي سين سينيال كاليتي، يعني كتكون خدام على حساب السينيال ديالك. وشدة الإشارة وهي الجودة ديال الرأس. الرأس كيكون مركب فيه كابل سينما مع الناس وكذا، ولا في التلفزيون ديالك كتشوف الإشارة 60% كذا، هذيك يعني كتعرف ان الكابل مركب، يعني السينيال التحتاني ما كاينش. هذيك القمر الصناعي واخا يكون تبصيره منزل في الارض دائما، عالمي اونيفرسيل 950 على 700 كنخدمو. يعني حنايا نشوفو الكابل ديالنا غير نزولوه، اشاره كتمشي، شده الاشاره كتمشي، غير نركبوه شده الاشاره كتمشي. هذه هي الخدمه اللي بغينا اليوم نوريو، بسيطه ما فيها حتى شي، يعني كتكون يعني هو الاساس كامل. كتدخل كتجبر الكابل مركب في الريسيبتور، ولكن واخا يكون طالع على السطح ما مركبش في السطح، يعني في اللاقيط وهو الراس، راه ما يخدمش، ما تجبر لا جوده ولا شده. يعني هنا مش كتعرف بان اللاقيط خدام والكابل ماشي. كان الكابل مثلا مقطع النحاس ما كاينش كده، واخا مركب في اللاقيط واخا مركب في الطب في الريسيبتور وهو النيميريك، ما يخدمش. هذه هي التعليمات ديال اليوم، والشرح بسيط وصغير، وشكرا والسلام عليكم في شرح آخر. لأن شدة إشارة سقسونا عليها الأصدقاء، كاين اللي كيجيبوا الله هي السينيال، الجودة هي جودة ديال الكاليتي، وشدة الإشارة وهي اللاقيط بأن خدام. وشكرا والسلام عليكم. هنرجعو للفرنسية ونخدمو كونفيغوراسيون دانترنا. دائما ميني كونفيغوراسيون دانترنا، وهي انستالاسيون ميني انستالاسيون كونفيغوراسيون دانترنا. شوفوا هنا كونفيغوراسيون دي انتم ها انستالاسيون كونفيغوراسيون، فيما كنا يعني ندخل كونفيغوراسيون دي انترنا. هنا ندخل سينيال دي سينيال، انتنسيت دي سينيال، كاليتي سينيال، جودة الإشارة، شدة الإشارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان الشرح بالعربية، ولكن الفرنسية كلشي كيخدم عليه. كونفيغوراسيون دانترنا انستالاسيون في ميني يخدم اي واحد، وشكرا.